السلام عليكم. غندير لكم جوله من وسط مدينه باتنا الى جبال اوراس باتنا، ان شاء الله تعجبكم. Thank you.
شركاء على قيم نبينا. قيم كبرى لما نعليها تعلينا. المؤسسات الاستعمارية في الجزائر، منها مصنع الجير رطان بلوبي ولاية باتنا. تأسست الشركة العامة 1905 منذ 18 عام، مدتها الجمعية العمومية المنعقدة في 21 أكتوبر 1923. رحلة السيد ستيج إلى دائرة قسنطينة صدى العابر 19 فبراير 1922 في باتنا، وثم يذهب بعد ذلك إلى مطحنة الدقيق بول، ثم إلى مصنع رفان بلو للجير والإسمنت، حيث يستقبله المدير الشركة السيد كوس. سواء في هذا المصنع الأخير أو في المطحنة بول، اهتم الحاكم العام بتشييد العمل المختلف الذي يقوم به العمال. هذا المصنع أسسته الاستعمار الفرنسي، عنده بزاف في مناطق الأولاس، وخاصة تسمى في جبال شلالة. هذه الجبال هي كثيفة وجميلة، كانت في العشرية السوداء ما يخشولهاش بزاف ناس، عندها مدة 20 سنة يخشولها ماليها اللي ساكنين ثم عندهم أراضي زراعية ولا هذا مكان، الناس ما يدخلولهاش بزاف يخافوها. أنا صورت لكم المصنع تاع الجير هذا، إن شاء الله يعجبكم. هنا راح ندخلوا للمنزل هذا اللي كان عايشين فيه اللي حاكمين الشركة هذه من الاستعمار الفرنسي. تشوفوها معنا كفام دايرة من داخل ومن برا، بعد مرور عليها السنين راهي يعني رابت شوية. ان شاء الله تشوفوها تعجبكم وعطونا رأيكم في التعليقات. هنايا تشوفوها معنا كفاية مديرة من داخل، شوفوا كفاية كانت يعني فيها شمين، فيها ديكور تاعها بعدا حاجة مليحة، فيها أكاف هنايا تحتها مبيش وين ندي لاكاف هاذي، فيها حتى مصعد مخدوم من اللوح السلالم نتاعو اللي تطلع للبريمير إيطاج. فيها لوحات مخدومة بالسيراميك، يعني كانوا عايشين معيشة الملوك، يعني مش فيلا عادية، حاجة مليحة بزاف. يعني الاستعمار هذا
كان دائما يستولى على المناطق الجميلة أو المناطق اللي فيها الثروات كثيرة. هاي هنا تسمع أي خرابة برك، شوفوا هذيك المناظر اللي كان عايش فيها الاستعمار الفرنسي. هذا المصنع يبين لكم مدى استفادة الاستعمار الفرنسي من ثروات الجزائر، ومن ثروات خاصة منطقة الأوراس التي فيها الكثير من الموارد الطبيعية، استفادوا منها بزاف. يعني هي أول منطقة انطلقت منها الثورة الجزائرية هي منطقة الأوراس. شوفوا هنا اللوحة هذه كفان دايرة مخدومة من السيراميك، يعني لوحة مليحة بزاف. كاين هذيك وكاين هذه هنا يا كينجي معطو، هنا يطلع على الجبل. يعني بعد مرور السنين رابت هذه الفيلا هذه، حتى لهنا من السلالم كي تهبط خطيرة شوية باش تطلع وتهبط. شوفوا اللوحة هذه اللي هنا كفا كانت هي طاحت، يعني لوحة مقدومة من السيراميك، لوحة جميلة جدا. يعني الاستعمار هذا استولى على كل شيء. شوفوا اللوحة هذه، شوف هذه، شوفوا قداش عندها كاين كاف هنا. ظلمة ظلمة خلاص، شطمانية ما نعرف وين تدي، دي تحت الأرض. هنا الشركة، الشركة من برا، الشركة من برا، يعني مصنع جميل في منطقة جميلة جدا. لو السلطات يعني تقدر ترمم هذا المصنع هذا وتولي تستعمله، ما نعرف فيه مادام نستعمله الاستعمار فيه خير كبير من الجبس والثروات اللي فيه. يعني فيه حتى الماء يجري في من تحته، يعني الماء ما يحبسش. شوفوا هذيك المناظر الطبيعية اللي كاينة لهنا في هذه المنطقة، هذو السكانة القديمة هنايا، هنايا زادو رجعو السكان لهذه المنطقة بعد مرور العشرية على الجزائر. شوف ما شاء الله مناظر روعة، مناظر قوة.
هذه الطريق تؤدي الى وادي الماء، وش هو الطريق مسدوده من السكن العسكريه اللي كاينه فوق، ما تقدرش يعني تعوق بها. عاودنا ولينا ورحنا على شيء. شوفوا هذاك المناظر اللي كاين هنايا، شوف كون جات الطريقه هذه مفتوحه كانت تكون من اجمل الطرق في ولايه بلدنا. يعني يجب على السلطات فتح هذا الطريق لان الطريق جميله جدا، ويجب فتحها لان الشعب يريد مناطق سياحيه وجبليه الى ايلات. شوفوا ما شاء الله هذوك المناظر. من عاودنا ولينا عاودنا دخلنا على الطريق هذه اللي تدي الكاسر وين كاين لوزين تاع الماء، وكاين ثاني منبع تاع المياه اللي تزود بها هذا المصنع. هي كاين القصعه هذه يعوموا فيها الشباب بزاف، انا دوك نقدموا قدام تشوفوها ان شاء الله. شوفوا هذوك المناطق هذو ما يدخلهمش الناس بزاف، من العشرية ما الناس ما تدورش هنايا بزاف، حتى الطريقة تشوف فيها فافازة بصح مناظر ولا في الأحلام. كما رانا نشوفوا لهنا كاين فيرما هنايا، هذه هجروها ماليها عندها فايت 20 سنة، حتى ما ولاولهاش حتى. في منطقة جميلة جميلة جدا، شوف دوك المناظر اللي كاينين هنايا في هاد الجبال، روعة ما شاء الله. كيما هنايا كاين واحد الحصن هنايا ما بين قلعه ما بين حاجه كيما هكا، ما البريش تاعه حاجه قديمه ما فهمناهاش واش هي. اللي يعرفها يقول لنا في لي كومونتير واش هي الحاجه هذه. تمتعنا لهنا بالمناظر الطبيعيه في فصل الربيع في ولاية باتنا، وخاصة في هذه الجبال جميلة جدا جدا.
في المنطقة هذه نشوفوا السكان رجعوا للمزارع تاعهم والحياة الطبيعية اللي هنا، يعني مزارع ما شاء الله، استثمار في مجال الزراعة، يعني ما شاء الله مكان جميل جدا. السلام عليكم. يا واش راك ما خوالي؟ لاباس؟ واش ديرو؟ مريقلا. واش راك؟ لاباس الحوال؟ الحمد لله. ما قلناكش عندكم شويه غرفان والله. واش ديرو؟ لاباس الحمد لله. واش راك؟ واش دير؟ الحمد لله لاباس. علاش نصوروا شويه؟ نصور نورمال. انا لقينا الهواء بدو الرحل، ربي يبارك دايرين لنا بلاصه الخير فانت دوني يرعاو كانوش. روعة. شي شي شي. سارح بين بصح ما فيهمش العيادي، قال لي ما فيهمش العيادي. السلام عليكم. ربي يعينك. هنا بدو نروح اللي يجيبوا الخرفان تاعهم يرعاو في المناطق الجبليه.
نشوفوا ان الطريق يخدموا فيها لعل يحلوها من هكا لحلوها راح تكون مكان جميل 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 جدا. بعد الطريق هذه اللي مشيناها لحقنا للقصعة. البلاصة هذه فيها الماء هاي لتحت هاي الماء يجي منه. القصعة هذه هي عبارة عن حمام طبيعي خدموا أصحاب المنطقة للسباحة والاستجمام، يعني هي المحسوب يجيوها غير رجال. منطقة جميلة جدا. السلام عليكم. واش راك مالو مالك؟ لاباس؟ شكرا. دير في اليوتيوب تلقى هذا من بعد الفيديو. ما لعبتش عليك انت امو؟ المرفا كي تكون في الصباح تكون صافية خلاص، كي يعاموا فيها دوك تعاود تصفى. المرفا صافية. بصحتكم الاولاد؟ لا بهنيك ما يزيد صوروا. الطريق هذه تخرج على منطقة كاسرو. كاسرو اللي فيها هذا هو لوزين تاع الماء على يدنا اليسرى. ها هو هذا هو. تفاؤل عيش حياتك بالفضائل وابتسم للغير تلقى بيننا اعلى المنازل بالمصاعب لا تبالي اذ تحديت الليالي والى اهم المعاني انت في ركب الاوائل. كن على درب التفاؤل عيش حياتك بالفضائل وابتسم للغير تلقى بيننا اعلى المنازل بالمصاعب لا تبالي اذ تحديت الليالي
وإله من المعالي أنت في ركب الأوائل. كن على درب التفاؤل عيش حياتك بالفضائل وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل بالمصاعب لا تبالي إذ تحديت الليالي وإله من المعالي أنت في ركب الأوائل. فيك أخلاق عظيمة بالمفاهيم السليمة وعلى الأسس القويمة تمضي في كل المراحل ازرع الخير عليهم واستمع دوما إليهم كي تعش بالحب فيهم ترتقي عرش الفضائل. كن على درب التفاؤل عيش حياتك بالفضائل وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل بالمصاعب لا تبالي إذ تحديت الليالي وإله بالمعالي أنت في ركب الأوائل. يا أخي بالله اسمع ارتضي الأقدار واقنع أملا في الناس تزرع تحصد الخير سنابل تسري في درب الريادة طامح ترجو الإفادة انتشأ فيض السعادة لا تكن بالذكر غافل. عش حياتك بالفضائل وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل بالمصاعب لا تبالي إذ تحديت الليالي وإله بالمعالي أنت في ركب الأوائل. لا درب التفاؤل نلقاو لوزين تاع كيا سابقا هاو كان عيدنا بصرا نخرجو على طريق قصرتنا نعاود إلى بلادنا.
البطاطا الجميل. السلام عليكم يا حبيبي، لاباس يا هشام؟ ان شاء الله تكونوا تمتعتوا بالفلوق هذا تاع اليوم. نتمنى انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعلقوا لنا وتعطيونا رايكم في الفلوق تاع اليوم. بارك الله فيكم، السلام عليكم.